بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: آنسه الله عوضه الله الجنة، ونفعنا الله تعالى بعلومه وبأسراره وبأنواره وبسائر المؤمنين الصالحين. قاله في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور، ووصلنا إلى قول الإمام عند قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم. صدق الله العظيم. أخرج أبو الشيخ عن مجاهد أنه كان يقرأ: حقيق علي أن لا أقول. حقيق علي، والأصل في الآية حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، حقيق علي أن لا أقول. وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: فألقى عصاه. قال: ذكر لنا أن تلك العصا عصا آدم أعطاه إياها ملك حين توجه إلى مدين، فكانت تضيء له بالليل ويضرب بها الأرض بالنهار، فيخرج له رزقه ويهش بها على غنمه. قال الله عز وجل: فإذا هي ثعبان مبين. قال: حية تكاد تساوره. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن المنهال قال: ارتفعت الحية في السماء ميلا، فأقبلت إلى فرعون فجعلت تقول: يا موسى مرني بما شئت. وجعل فرعون يقول: يا موسى أسألك بالذي أرسلك. قال: وأخذه بطنه، أي أصابه السهال. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد دخل موسى على فرعون وعليه
زرمانقة من صوف ما تجاوز مرفقة. فاستأذن على فرعون فقال أدخلوا. فدخل فقال إن إلهي أرسلني إليك. فقال للقوم حوله ما علمت لكم من إله غيري خذوه. قال إني جئتك بآية. قال فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فصارت ثعبانا ما بين لحييه ما بين السقف إلى الأرض. وأدخل يده في جيبه فأخرجها مثل البرق تلتمع الأبصار. فخروا على وجوههم. وأخذ موسى عصاه ثم خرج ليس أحد من الناس إلا يفر منه. فلما أفاق وذهب عن فرعون الروع قال للملأ حوله ماذا تأمرون؟ قالوا أرجئه وأخاه لا تأتنا به ولا يقربنا وأرسل في المدائن حاشرين. وكانت السحرة يخشون من فرعون. فلما أرسل إليهم قالوا قد احتاج إليكم إلهكم. قال إن هذا فعل كذا وكذا. قالوا إن هذا ساحر يسحر. أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال ساحر يسحر الناس ولا يسحر الساحر الساحرة. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحكم قال كانت عصا موسى من عوسج ولم يسخر العوسج لأحد بعده. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عصا موسى اسمها ما شاء. وأخرج ابن أبي حاتم عن مسلم قال عصا موسى هي الدابة يعني دابة الأرض. وأخرج الإمام عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فإذا هي ثعبان مبين. قال الحية الذكر. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق معمر عن قتادة في قوله فإذا هي ثعبان مبين قال تحولت حية عظيمة. قال معمر قال غيره مثل المدينة. وأخرج أبو الشيخ عن الكلب قال حية صفراء ذكر. وأخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال كان بين لحيي الثعبان الذي من عصا موسى 12 ذراعا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن فرقد السبخي قال كان فرعون إذا كانت له حاجة ذهبت به السحرة مسيرة 50 فرسخا. فإذا قضى حاجته جاءوا به حتى كان يوم عصا موسى فإنها فتحت فاها فكان ما بين لحييها 40 ذراعا. فأحدث يومئذ 40 مرة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله فإذا هي ثعبان مبين قال الذكر من الحيات فاتحة فمها واضعة لحيها الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصر ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه. فلما رآها ذعر منها ووثب فأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك وصاح
يا موسى خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل، وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل. فأخذها موسى فصارت عصا. وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد ونزع يده قال الكف. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله يريد أن يخرجكم قال يستخرجكم من أرضكم، أي يريدكم الخروج منها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أرجه قال أخره. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال أرجئه وأخاه قال احبسه وأخاه. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس في قوله تعالى وأرسل في المدائن حاشرين قال الشرط. قوله تعالى وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم إنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت السحرة 70 رجلا فأصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. وفي لفظ كانوا سحرة في أول النهار وشهداء آخر النهار حين قتلوا.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن كعب قال: كان سحرة فرعون 12,000. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق قال: جمع له 15,000 ساحر. وبه قال الشيخ عبد الغني رحمه الله: والحقيقة أن فرعون عليه السلام كان مرسلا لهؤلاء، ولهذا فتح الله قلوبهم وأذعنوا له وآمنوا به وخروا ساجدين. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي ثمامة قال: سحرة فرعون 17,000، وفي لفظ 19,000. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي قال: كان السحرة 34,000، ليس منهم رجل إلا معه حبل أو عصا، فلما ألقوا السحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن القاسم بن أبي بزة قال: سحرة فرعون كانوا 70,000 ساحر، فألقوا 70,000 حبل و70,000 عصا، حتى جعل موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوحى الله إليه: يا موسى ألق عصاك، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان فارغ فاه، فابتلى حبالهم وعصيهم، فألقي السحرة عند ذلك سجدا، فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلها، أي كشف الله لهم عن بصائرهم فرأوا الجنة والنار وثواب أهلها. وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال: كانت السحرة الذين توفاهم الله مسلمين 80,000. وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج قال: السحرة 300 من قرم، 300 من العريش، ويشكون في 300 من الإسكندرية. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله قالوا: إن لنا لأجرا، أي أئن لنا لعطاء وفضيلة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فلما ألقوا قالوا: ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا، فأقبلت تخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، قال: أوحى الله إلى موسى أن ألق ما في يمينك، فألقى عصاه فأكلت كل حية، فلما رأوا ذلك سجدوا. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فألقى عصاه فتحولت حية فأكلت سحرهم كله وعصيهم وحبالهم. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: تلقف ما يأفكون، قال: يكذبون. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رحمه الله في قوله: تلقف ما يأفكون، قال: تسترط حبالهم وعصيهم، أي تبلع. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة
قال ذكر لنا أن السحرة قالوا حين اجتمعوا إياكم ما جاء به سحرا فلن يغلب وإن فلن يغلب وإن يكن من الله فسترون. فلما ألقى عصاه أكلت ما أفكوا من سحرهم وعادت كما كانت، علموا أنه من الله، فألقوا عند ذلك ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، وهو أصل الإيمان. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم قال التقى موسى وأمير السحرة فقال له موسى أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال الساحر لآتين غدا بسحر لا يغلبه سحر، والله لئن غلبتني لأؤمنن بك ولأشهدن أنك حق. وفرعون ينظر إليهم، وهو قول فرعون إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة إذ التقيتما لتظاهرا أفتخرجا منها أهلها. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله فوقع الحق قال أي ظهر، وبطل ما كانوا يعملون قال ذهب الإفك الذي كانوا يعملون. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وألقي السحرة ساجدين قال رأوا منازلهم تبنى لهم وهم في سجودهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن الأوزاعي رحمه الله قال لما خر السحرة سجدا رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة إذ التقيتما لتظاهر أفتخرجا منها أهلها لأقطعن أيديكم الآية. قال قتلهم وقطعهم كما قال. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن إسحاق قال كان من رؤوس السحرة الذين جمع فرعون لموسى فيما بلغني سابور وعاذور وحطحط ومصفى، أربعة هم الذين آمنوا حين رأوا ما رأوا من سلطان الله، فآمنت معهم السحرة جميعا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أول من صلب فرعون، وهو أول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير رحمه الله قال لما ألقوا ما في أيديهم من السحر ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ففتحت فما لها مثل الرحى، فوضعت مشفرها على الأرض ورفعت المشفر الآخر فاستوعبت كل شيء ألقوه من حبالهم وعصيهم أي بلعته. ثم جاء إليها فأخذها فصارت عصا كما كانت، فخرت بنو إسرائيل سجدا وقالوا آمنا برب موسى وهارون. قال آمنت قبل أن آذن لكم الآية. قال فكان أول من قطع من خلاف وأول من صلب في الأرض فرعون.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة: لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، قال: يدا منها هنا ورجلا منها هنا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أنهم كانوا أول النهار سحرة وآخره شهداء. قوله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أخرج الفريابي وعبد بن حميد وأبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: ويذرك وإلهتك وآلهتك. قال: عبادتك وإلهتك. قال: عبادتك. وقال: إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد. وأخرج ابن الأنباري عن الضحاك مثله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قول الله تعالى: ويذرك وإلهتك، قال: يترك عبادتك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك أنه قال: كيف تقرؤون هذه الآية ويذرك؟ قال: ويذرك وآلهتك. فقال الضحاك: إنما هي إلهتك، أي عبادتك، ألا ترى أنه يقول: أنا ربكم الأعلى؟ وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله: ويذرك وآلهتك، قال: قال ابن عباس: ليس يعنون الأصنام، إنما يعنون بآلهتك تعظيمك. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: ويذرك وآلهتك، قال: قال ابن عباس: ليس يعنون الأصنام، إنما يعنون بإلهتك تعظيمك. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: ويذرك وآلهتك، قال: ليس يعنون به الأصنام، إنما يعنون تعظيمه. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سليمان التيمي قال: قرأت على بكر بن عبد الله: ويذرك وإلهتك. قال بكر: أتعرف هذا في العربية؟ فقلت: نعم. فجاء الحسن فاستقرأني بكر فقرأتها كذلك، فقال الحسن: ويذرك وآلهتك. فقلت للحسن: أو كان يعبد شيئا؟ قال: أي والله إن كان لا يعبد. قال سليمان التيمي: بلغني أنه كان يجعل في عنقه شيئا يعبده. قال: وبلغني أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعبد البقر. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: ويذرك وآلهتك، قال: كان فرعون له آلهة يعبدها سرا. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما آمنت السحرة اتبع موسى 600,000 من بني إسرائيل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.